يعني تأتي إليكم مسرعا، لا أجد غير أن أنا أشعر بما تشعرون به. أنا حاسس بيكم يا أخوان، أنا حاسس بيكم، حاسس بأمهاتنا اللي قاعدين الناحية التانية، أنا حاسس بسنين طويلة قبل الثورة حسيتوا فيها من القهر، أنا حاسس بتضييق طويل حصل عليكم، انا حاسس بيكم وانتوا حاسين ان بورسعيد دي هي اللي دفعت عن مصر سنين طويله. انا كمصري من مواليد 5/9/67، انا مدين ليكم، انا مدين لبورسعيد، مش بمزاجي غصب عني، انا مدين ليكم علشان ابوك هو اللي حماية. بورسعيد مش ملطشة، بورسعيد عمرها ما هتبقى ملطشة أبدا. بورسعيد أقوى من محمد مرسي، وبورسعيد أقوى من الداخلية. إن شاء الله وقفتنا مع بعض، ووقفة البورسعيدية الأصلة، ووقفة الشعب كله في كل حتة في مصر هنقولها. لا تجزعن فإن الصانع الله، وإذا ابتليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. أيها الأحرار، يا رجال المقاومة، أيها الكبار، يا أعز الناس، يا أشرف الناس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 30 سنة وأكثر يحاولون تهميش بورسعيد ومدن القناة على يد الرئيس المخلوع، ولكن من اليوم بورسعيد تقول لهم لا، واحنا متعودين ان احنا هنقاوم، هنقاوم كل الظلم، هنقاوم كل الطغيان، لان بورسعيد هي من دفعت عن مصر.